بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل واحد قلبه اشتاق بالزيارة ويكون في حضرته قريب، وكل واحد في بيته يوم عرفات دعا وترجى من ربنا يسمع دعاه ويكون مجيب. رسولنا بشرنا وقال لنا هستناكم ولينا معاد يوم المشهد المهم. يا أحباب رسول الله، رسولنا في انتظارنا، بس يا ترى انتم جاهزين للقاء الحبيب؟ كل واحد قلبه بيتعلق بلقاء رسول الله والوقوف بين ايديه، سواء في الزيارة او لقاء الختام عند الحوض، لازم يستعد للقاء ومقابلة سيد البشر اجمعين. عن شرف لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وازاي نستعد ليه، وهذا هيكون كلامنا ان شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضلت الشيخ، سلام عليكم، كل عام وحضرتك بألف خير، الحمد لله على السلامة، حجة مقبولة بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك وجميع المشاهدين بخير وسعادة، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أمين يا رب. ويكتب لنا ولكم جميعا الزيارة، ويكتب لنا ولكم جميعا الحج والعمرة. أمين يا رب. ويجمعنا على عرفات، ويغفر لنا الذنوب والسيئات، ويرفع لنا المكانة والدرجات. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. لما بنبقى رايحين نقابل حد مهم بالنسبة لنا، أو حد عزيز علينا، أو حد بنحبه، بيبقى عندنا استعدادات كتير قوي من قبلها، ونقعد من قبلها بيوم نجهز احنا هنلبس ايه، طب شكلنا هيبقى عامل ازاي، طب عايزين نكون في اكمل صورة، طب احنا هنقابله ازاي، او منتظرين يستقبلنا ازاي، تفاصيل كتير قوي. لكن لما نكون في لقاء الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، ايه الاستعدادات؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نزهة النفس، فسحة الروح، فرحة القلب، جبر الخاطر، لقاء الحبيب بالحبيب، والواحد داخل على مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستشعر بأشواق عجيبة، ويستشعر بأنه سبحان الله كأنه فعلا ترمومتر الإيمان بيرتفع. صحيح. في داخلي. صحيح. وأشعر بأن فيه راحة في القلب، فيه طمأنينة في النفس، وفيه سكون، وكأنك تريد أن تظل هنا فلا تفارق المكان. ولذلك أول ما الواحد بيصل إلى الفندق، أحيانا كثيرة أترك كل شيء، ناس بتدور على السكن وغرفتي ايه ومكاني ايه وجناحي ايه، أي حاجة. والشنط طلعت الأوضة ولا لا، سيب كل ده ويجدد الوضوء ويجري يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخيل كده وانا داخل من باب السلام وبمشي، والناس بينها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف الأميال، وانا على بعد خطوات، كأني بجد داخل هقف قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبتتنازعني مشاعر عجيبة ما بين الفرح والخجل. صح. الفرح بلقاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والخجل من نفسي ومن تقصيري في حقه ومن عدم استحقاقي لهذا اللقاء، خايف ليكون في حاجة مزعله مني. فأنا خجلان من نفسي وطمعان في حبه وكرمه. طب هو لو في حاجة مزعله مني هيتزن لي بالزيارة؟ ممكن يأذن لك بالزيارة، ويأذن الله لك بالزيارة. لا مانع، مش شرط، ما هو ليس شرط الزيارة أن أكون ملائكيا، أنا بشر في الأول والآخر. ما فيش حد ملائك طبعا، أنا بشر في الأول والآخر، ولعل هذه الزيارات تكون وسيلة للبعد عن الهفوات وتقليل السيئات، لكن عمري ما أخذ ختم الملائكية طبعا. وبعدين أنا ماشي بتخيل الأماكن دي وأنفاس سيدنا النبي فيها، وبتخيل الخطوات اللي أنا ماشيها كأني لعل رجلي تيجي مكان قدم سيدنا النبي، أو مكان قدم سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر. هنا تنزلت الملائكة، وهنا جاء جبريل، وببص على حدود المسجد النبوي، وفي أسطوانة كده مكتوب عليها حدود المسجد النبوي، وماشي بستعد للقاء. على شمالي شفت منبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر، خطوات متئدة كلها وقار، ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم على منبره ينادي على الناس جميعا: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام،
تدخل الجنة بسلام. على شمالي لقيت الروضة الشريفة، الله، قطعة من الجنة، ما على وجه الأرض روضة إلا هذا المكان. قصتها إيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. روضة من رياض الجنة. في هذا المكان لو بصينا كده على الاسطوانات اللي فيها، الاسطوانة يعني العمود، العمود المضلع، الاسطوانة العمود المدور. هذا أنا بتخيل دلوقتي. أي بالضبط. فهنا كان يصلي سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنا نزل الوحي على سيدنا رسول الله، وهنا جاء جبريل، وهنا نزل القرآن الكريم، وهنا أعظم مكان على وجه الأرض، حتى قال العلماء أعظم من الكعبة. yeah. المكان الذي يضم الجسد الشريف. أيوة طبعاً. أعظم بقعة على وجه الأرض، فحري بها أن تكون قطعة من الجنة. ونكمل ناخد التليفون. مدام نادية. مدام نادية تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قلب، عاملة يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير والله. وحشانة، بحب اتفرج عليك كل يوم وحياة قلبك. الله ربنا يبارك لك يا رب. يا رب يخليك وزارة مقبولة ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. يا رب يخليك. انا بتفرج عليك وعلى شيخة كل يوم والله. نورتينا. النبي بقى تبيع نوها وولاد نوها كبقى يبعد عنك الشر والوحش يا رب. انا مش سامع صوت حضرتك كويس، بتقولي ايه؟ بقولك تبيع نوها بنت. ندعي لنوها. حاضر ماشي. يا رب يخليك. ربنا يخليك يا رب. عندك اي سؤال؟ طيب نشكرك يا مدام نادي، دعوة حلوة بقى. ربنا يجبر خاطرك وخاطر اولادك وخاطر العاملين في هذه القناة وخاطر المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يحقق أمالكم وأن يستجيب دعاءكم وأن يكتب لكم الستر والصحة والنصر. اللهم آمين. آمين يا رب. نكمل. نكمل. فعشان كده هي روضة من رياض الجنة. لما دخلت الروضة قلت لربنا يا رب أنت دخلتني الجنة في الدنيا، ما هي الجنة من غير حول مني ولا قوة، فلا تحرمني منها يوم القيامة من غير حول مني ولا. الله الله. أنا ما بستاهلش، أنت اللي جبتني هنا وأنت اللي دخلتني هنا، فأنت دخلتني الجنة من غير حول مني ولا قوة، فلا تحرمني منها يوم القيامة من غير حول مني ولا قوة. ببص لقيت أسطوانة السيدة عائشة، فتخيلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 17 ليلة 17 يوم يصلي بجوارها بعد تحويل القبلة. جنبها على طول لقيت اسطوانة الحرس، العمود مكتوب عليه اسطوانة الحرس. فتخيلت الصحابة هم واقفين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فصرف الحرس. بعدين ببص لقيت اسطوانة الوفود، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستقبل الوفود. وبعدين ببص لقيت اسطوانة المخلقة، المخلقة يعني المطيبة المتعطرة، حيث كان النبي يتنفل عندها يصلي السنن عندها. بعدين لقيت اسطوانة التهجد، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد عندها. ببص لقيت اسطوانة التوبة، الاسطوانة دي واحد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو لبابة الأنصاري، كان عمل مخالفة وخطأ، فسيدنا النبي زعل منه فتاب إلى الله وجرايح رابط نفسه في العمود ده، وقال والله ما هفك نفسي إلى أن أموت أو يتوب الله علي، واللي يحلني من العمود سيدنا النبي بنفسه بيده الشريف. وصدقت توبته فتاب الله عليه، واللي حل منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فسميت الاسطوانة اسطوانة التوبة. يلا ممكن. بينا للقاء، ناخد التليفون ونقول صدد. أستاذ محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، أهلا بحضرتك. قول يا بنتي الغالي. يا رب يخليك. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. ربنا يبارك. مع الشيخ الدكتور. تفضل مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أنا دكتور، ازاي حضرتك؟ الله يكبر خاطرنا وخاطرك. ربنا يكرمك دنيا وآخرة. أمين. أنا بتصل بيك، والدتي لسه متوفية قريب، فكنت عايز بس أعرفك تشملها بدعائك، لأنها شايت وتعبت علينا وإخواتي كتير، وانا نفسي الحكاية مش مزبطة معايا خالص، يعني مش صغير، يعني انا 62 سنة انا كنت شغل وقعت معايا، بس حسن حياتي واقفة من هنا،
كانت حنينة علينا وحرمت نفسها عشان يعني كانت أم وأب من وإحنا أطفال صغيرين. ربنا يرحمها. مش عارف مش عايز أعمل أي حاجة. وبتى ربنا يكتبها لنا وقتي أنا فاضيين قاعدين مع بعض بس نروح حتى ندعي لها هناك ولا حاجة. ربنا ينولها لنا رب إن شاء الله. ربنا يكتبها يعني. وفي أختي زميلتنا راحت عملت لها عمره وهي هناك وراح بيعمل على قد ما أقدر بس أنا عايز أعمل حاجة بحيث تنفعها في حياتها. يعني الواحد كان جنبها وكل حاجة بس حسنا أنا مقصر ما قدرتش أخلي أخلات يعني ما تتقلمش من المرض. قعدنا من 21 وهي تعبانة والأخ ربنا رحمها. فبس عايز حضرتك والحمد لله ربنا حسن ختامها وناس كتير صلوا عليها وربنا كل الناس بتشكر فيها. بس أنا عايز أعمل حاجة وتحت إشراف حضرتك وكده. أنا مستاكت يعني من ساعة ما توفت أنا وأختي بنعمل اللي نقدر عليه. فأنا حضرتك أنا طلعت معاش دلوقتي مع إني سبت شغل وأختي سبت شغلها وأنا وأختي دلوقتي طلعنا معاش مش صغيرين بس فارقة نفسيا معايا أو مفيش يوم حتى وأنا في الصلاة يعني مبقتش عارف المغرب تلاتة ولا أربعة وأفضل كل في صورتها في عباس سعيد. حضرتك الله يكرمك تدعي لها بالرحمة ويعني وتقول لي أعمل إيه يعني بعد الهوا حضرتك تقول لي أنا عايز أعمل حاجة تنفعها. أنا مش ضامن أعيش عايز حاجة تفضل زي ما يكون صدقة جارية تنفعها. أصلا أنا عملت حاجات للمية وعملت حاجات بس حاجات فتفيد بالنسبة لتربيتها لينا. فالله يعلم من شأنك واسترك يا رب. ولو سمحت لي في حاجات كان من ناحية بنت حسيني أنا مش هينفع أقولها على الهوا لو حضرتك مشكورا لأن أنا بقالي فترة مش عارف أتصل بحضرتك. طب ممكن أستأذن حضرتك يا أستاذ محمد تخليك معنا وترجع للكنترول. ربنا يديم ستره عليك دنيا وآخر. أمين يا رب. يا رب. أمين ربنا يكرمك كتر خيرك. أمين يا رب. طيب ناخد أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله بخير. انا بحب حضرتك جدا 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 والله العظيم والله بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليك. بحاول اتصل بيكم. حقك علينا نورتين والله العظيم. وبحب الدكتور رمضان قوي والشيخ عواد وكلكم والله العظيم بحبكم قوي 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 بالله. الله يبارك لك يا رب. ربنا يرضى عليكم واللي بتعملوه يا رب زلزال حسناتكم كلكم يا رب. امين يا رب. والدكتور رمضان انا بعزه قوي 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 على راسي. ربنا يكبر خاطرك. ربنا يرضيك ويكبر خاطركم كلكم يا رب ويجزاكم زياره النبي تاني يا رب ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. معلش يا دكتور رمضان انا متطلقه وسايبه ولادي وطليقي مش راضي يخليني اشوفهم خالص وقلبي موجوع عليهم. هو اللي خدهم ولا انت اللي سبتيهم؟ لا هو خدهم مني بعد ما عزتني 11 سنه. ولادك قد ايه؟ كبار في المدارس كبار. وهو لما طلقك خدهم منك؟ اه. بقالك قد ايه ما شفتيهمش؟ هو لما طلقك خدهم منك؟ بقالي سنتين. وطي بس صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. ماشي يا دكتور. تفضلي. اخدهم مني بقالي كام سنه متطلقه وكل ما ابعت له عايز اشوفهم ما بيرضاش. ليه بقى؟ مش عارف عشان انا اتطلقت يعني وسبتهم واتجوزت. اه طيب حاضر. بعد ما تعذبت معاه قوي يا دكتوره والله العظيم 11 سنه وانا شايفه الذل معاه ومع اهله ودلوقتي اسى عيال عليا. هو خدهم منك لما انت اتجوزتي؟ قبل كده كان سايبهم لك؟ ايوه يا دكتور. حاضر حاضر. طب عينا يا ام حسين. طيب نجاوب استاذ محمد الاول وربنا يرحم والدته يا رب ويجعل تعبها في ميزان حسناتها ان شاء الله ويصبره. والله نموذج طيب الاستاذ محمد. وبره بامه ودموعه الغاليه عليها وتقديره ليها ده شيء مشرف جدا جدا. طبعا. لان في احنا في زمن بقى الاعتراف بالجميل نادر والوفاء بقى عمله نادره للأسف يعني. فده شيء مشرف. النموذج ده نموذج حلو قوي. الأمر الثاني أنك ما تزعلش على والدتك. كل تعب تعبته يا جماعة الأم اللي بتقوم بالدورين أم وأب سواء مع أولادها أو مع أولاد أولادها هتكون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول الداخلين إلى الجنة. يعني تخيل المشهد ده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي. سيدنا النبي خبط على الباب رضوان مالك الجنة الخازن للجنة فيقول من؟ يقول محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول رجل هتطأ الجنة رجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاه مين؟ معاه كل واحدة ست قامت بالدورين يعني بقت أب
وأم وشالت تحملت المسؤولية سواء كان الأب متوفى أو الأب موجود وسايبهم. بالضبط، لأن هو الدورين واحد، بل بالعكس المتوفى أهون ألما من الموجود. صحيح، لانقطاع الأمل والوجود الأمل هنا، فهي بتقوم بالدورين، بتاخد الأجر كاملا، تاخد الأجر عظيم جدا، وتدخل الجنة بإذن الله مع أول الداخلين، وتكون رفيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا هي أول من تطأ قدمها الجنة مع سيدنا النبي، فما بيضيعش ده. الأمر اللي بعد كده احنا بندعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل مأواها الفردوس الأعلى من الجنة. طب السؤال الجميل قوي قوي، ما الذي يصل إلى الميت بعد موته؟ تمام، يعني إيه اللي ينفع الميت بعد موته؟ وهل الابن أو البنت لو كانوا مقصرين في حق الأب أو الأم أثناء الحياة يقدروا يعوضوا ده بعد وفاتهم؟ برافو عليك، هل يقدروا يعوضوا ده ولا لا؟ يقدروا طبعا بفضل الله عز وجل، وهو أبقى رقم واحد الدعاء. ادعوا لوالديكم أحياء وأمواتا طول الوقت. وأقول لكم على حاجة مهمة جدا، بعد الأب والأم ما بيموتوا الشيطان أحيانا كثيرة يأتي للابن ويأتي للبنت ويوسوس في الأذن على بعض الأمور التي قصر فيها الأب أو الأم. من مثلا فضل ابن على ابن، فضل بنت على بنت، يعني ضايقه في وقت من الأوقات أو قسى عليه في وقت من الأوقات، فيقعد الشيطان يكبر ده علشان يقلل من دعاء الحي للميت. اعمل العكس على طول، اول ما يوسوس لك بحاجه حسيت ان فيها تقصير من والديك ليك، ادعي لهم هيقلل من وجود من وسوسه الشيطان، لانك بتعمل عكس ارادته. يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اثنين الاستغفار، استغفر لهم ربنا، رقم ثلاثة الصدقات، اعمل صدقات ليهم، صدقات عاديه، صدقات جاريه. وخلي بال حضرتك، انا لما بعمل كده كل ده بيتشلي طبعا، فيجيني من أولادي، ولما بعمل صدقة على روح أبي أو أمي أنا بياخد هو الأجر كاملا، وأنا أخد الأجر كاملا وزيادة بري بوالدي. كمان اللي أنا بعمله ده دليل على صلاحي أنا. جاي واحد بيقول للعالم من العلماء، هل أنا صالح ولا طالح؟ أنا كويس ولا وحش؟ فقال له أبوك أمك عايشين؟ قال له لا ماتوا. قال له تدعي لهم؟ قال له نعم. قال له إذا أنت صالح؟ قال له طب من أين عرفت يا شيخ؟ قال من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 30 صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. فقال للولد لما بيكسر الدعاء لوالديه بعد وفاتهما هذا دليل على صلاحه. والولد هنا مش مقصود بيه الذكر، هو الولد طبعا كل مولود ولد سواء كان مولودا ذكرا أو مولودا أنثى وهو من باب التحفيز، وإلا فالتلميذ بيدعو لأستاذه، والغريب احنا بندعو لأمنا المتوفاة ونحن لا نعرفها. يصل بإذن الله رب العالمين. كمان من الأعمال التي تصل إلى الميت بعد موته تنفيذ وصيته وتنفيذ عهده وإكرام صديقه. شوف والدك كان بيحب مين وحبه، دي نقطة حلوة قوي، ده بر الأب بعد الأم بعد وفاته. مثلا أمي كانت بتحب فلانة، واحدة ست كده من الكبار جيراننا، أنا أحبها أسأل عليها وأطمن عليها وأودها وأروح أبوس إيديها وأبوس دماغها وأرضيها وهديها، ده بر بأمي. عندك دليل عندي سيدنا عبد الله بن عمر، شوف المشهد الجميل، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، سيدنا عبد الله بن عمر راكب البرزون. البرزون نوع من الخيول أغلى حاجة، كأنه راكب عربية مرسيدس دلوقتي، تمام، ولابس عمامة كده فخمة قوي، ولابس جبة فخمة جدا، وماشي شياكة، عشان تعرفوا يا جماعة ان ديننا مش دين الإهمال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. هو ماشي بهذا الفرس الفخم جدا وهذه الثياب الجميلة، لقى راجل أعرابي جاي من الصحراء، فأول ما شافه استقبله وجنازل من على الفرس وسلم عليه سلام جامد قوي حار كده جميل، ثم قال العمة وملبسها للراجل، وقال الجبة اللي فوقيها وملبسها للراجل، وبعدين قال له اركب هذا البرزون، وأعانه حتى ركبه وقال له كل هذا لك هدية. أدي البر ولا بلاش؟ مش حد كده يقابلني يقول يقول بر بابو خد المرسيدس دي، أودى له كده، قال له خد البرزون ده وخد ده كذا، تمام. فالراجل ماشي فرحان جدا، فحد بيقول له لما هذا يا ابن عمر؟ إن الأعراب يرضون بأقل من هذا، يعني أنت لو اديته مثلا العمة بس كان فرح قوي، الجبة بس كان فرح قوي، تديله كل ده؟ قال له إنه كان صديقا لعمر، هو ده السر بقى، ده كان صديق أبي عمر،
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. خلي بالك من الحديث، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. الله. من أبر البر تحب اللي كانت بتحبها والدتك، ومن أبر البر إن أنا أحب من كان يحب أبي. نعم. فضلت شيخ نجاوب أم حسين دلوقتي هي مطلقة. جوزها من الواضح أنه كان سايب لها الولاد لحد ما هي تزوجت، خد الولاد منها بس مش راضي يخليها تشوفهم. شوفي حضرتك، هو لا يجوز للمطلق أو المطلقة منع الأولاد. يا جماعة من فضلكم، انتوا فشلتم انتوا الاثنين مع بعض ان تكونوا زوجين. تفشلوا انت هتنجح تبقى زوج مع واحدة تانية، وهي تنجح تبقى زوج مع واحدة مع رجل آخر. لكن في الأولاد مش شرط انك تفشل ان تكون اب، ولا شرط ان تفشلي ان تكوني ام. خرجوا الاولاد من حساباتكم، دي من اكبر الكوارث الموجوده، انك تلاقي بعض الناس يخلوا الاولاد ينقلوا كلام عن الاب او الام طبعا، وينقلوا الاخبار وكانهم بيتجسسوا عليهم، فبيدربوا الاولاد على اقبح الامور، ويبدا الاولاد يكذبوا، يبدا انتوا كده بتدمروا عيالكم حرام عليكم، او يصفوا حساباتهم بالاولاد. فهي عشان مثلا قصر في النفقه تحرمه من رؤيه عياله وتقول له قدامك المحكمه، لا انت هتتحاسبي قدام ربنا طبعا. وانت لو علشان هي مثلا تزوجت انت بتنتقم منها في عيالها، انت ربنا هيحاسبك على قطيعه الارحام. ده اللي بيعمل كده قاطع للرحم، قاطع لرحم ام عن اولادها او اب عن اولاده، وقاطع الرحم ملعون. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فالله يرضيكم حرام عليكم، خرجوا الاولاد من حسبتكم. سيب الام تشوف اولادها، سيب الاب يشوف اولاده، الاثنين مع بعض بعيدا عن الاولاد. نعم. طيب ناخد ام شريف. مشريف اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ انا بحبها لحضرتك جدا ويخليك يا رب. رمضان والله يبعدكم جدا يعني. ربنا يبارك لك يا رب. اتفضلي. يخليك. بصي حضرتك، انا امبارح كنت في مشوار يعني وكده، وقابلت واحدة في المواصلات ولا اعرفها ولا تعرفني والله، بس ست كبيرة يعني. دخلوا مره تعمل عملية كانسر وكده. فقالت لي ادعي لي، فانا النهارده قعدت ادعي لها كتير جدا، فكلمت حضرتك عشان الشيخ برضه يدعي لها والناس كلها لو سمعني تدعي لها. ربنا يديها اللي هي فيه يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الشيخ برضه يدعي لي ان ابني شريف توفى بقاله 8 شهور النهارده، وعايزه يدعي لي بالصبر. الله يرحمه ويصبرك. مش قادره ان انا انساه، انا مش عايز اي حاجه غير كده بس. حاضر. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. نشكرك يا ام شريف. مع الف سلامة. الدنيا بخير. والله انا ما سمعتش كويس. هي قابلت واحدة في المواصلات امبارح، ست كبيرة في السن وداخلة تعمل عملية كانسر النهاردة، فقالت لها ادعي لي، فهي اتصلت بينا عشان حضرتك تدعي لها وتدعي برضو الام شريف، تدعي لها برضو انه ربنا يرحم ابنها يا رب ويصبر. ابنها توفى من 8 شهور. يا رب يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، يا رب ندعوك لكل المرضى. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي وانت الشافي. امين يا رب. لا شفاء الا شفاءك. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يترك مرضا. اللهم اجبر كسرهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اشفي مرضهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم حقق امالهم. اللهم استجب دعاءهم. يا رب املأ قلوبهم سكينة، املأ قلوبهم طمأنينة، املأ أجسامهم صحة وعافية، واملأ بيوتهم بركة وسعادة. يا رب اشفي كل مريض، عافي كل مبتلى، نفس هم كل مهموم، فرج كرب كل مكروب، اكشف غم كل مغموم، سدد دين كل مدين، اقضي حاجة كل محتاج. يا رب أعطي كل محروم. يا رب ألبسهم أثواب العافية وعافية الأثواب. اللهم لا تحوجهم لأحد سواك. آمين. اللهم آمين. 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 آمين يا رب. ربنا يتقبل لقاء الحبيب عليه الصلاة والسلام. خطوت خطوات على شمالي قريب من قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الترتيب كده، وبزعل من اللي يقول أنا زرت قبر. مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. الروض. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت أمامه لقاء الحبيب بحبيبه، ده أنا بينه وبينه ما فيش خطوات سنتيمترات، وغيري بيزرف الدموع عشان هذا اللقاء. ما هذه النعمة يا رب؟ كرم، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. وقفت قدام سيدنا النبي فألقيت السلام وعيني إلى الأرض، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنا آسف يا رسول الله، حقك علي من أي تقصير، حقك علي من بعدي عن السنة، حقك علي، ما كنتش معاك في بيعة العقبة. قلت له كذا، قلت له أنا فاتتني بيعة العقبة، وبعدين قلت له فاتتني بيعة الرضوان تحت الشجرة عند صلح الحديبية، لكن لن تفوتني بيعة القلب فهي آكد وأعظم. أبايعك يا رسول الله بقلبي أني على العهد وأني على خطواتك أسير، وأن أتأسى بك يا سيدي يا رسول الله، وأن أكون كما كنت ولو قيمة تمشي على الأرض، كنت قرآن كامل ماشي على الأرض، مصحف كامل، أنا مش هبقى ورقة مصحف. أعاهدك يا سيدي على الطاعة، أعاهدك على الحب، أعاهدك على التعظيم، أعاهدك على الإكثار من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني الإقرار والاعتراف بالذنب والإقرار بإني هكمل على سنة الرسول عليه أفضل الصلاة. هذه بيعة القلب، بيعت سيدنا النبي بقلب، وبجدد البيعة كل ما بروح وبطلب من ربنا يعني طبعا ببيعه بقلبي بيعة القلب. ما أنا فاتتني أن أنا مدي إيدي كده وأبيع سيدي في بيعة العقبة كما بايعه أسيادنا الأنصار، وفاتتني بيعة الرضوان كما بايعه أسيادنا الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر سيدنا عثمان، سيدنا لما غاب سيدنا رسول الله قال هذه يدي وهذه يد عثمان كده، فأنا فاتتني البيعة دي ودي، مش هتفوتني بيعة القلب. فبايعت رسول الله بقلبي، دخلت كأنه مد إيده ليا وصافحته وتمت المبايعة، تمت المبايعة، واستأذنت وتحركت كده خطوة واحدة، فلقيت صاحبه أبو بكر ابن أبي قحاف عبد الله بن عثمان، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمت عليه ودعوته، حركت خطوة واحدة فلقيتني قدام فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، حاجة كده يعني يتهز ليها الكيان كله. طبعا طبعا، فسلمت، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا فاروق هذه الأمة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، نعم الصاحبان هما. وتخيلت الحجرات دي فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هنا مسكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنا السيدة عائشة وزوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما خرجت كده من الباب، الساحة دي كانت فيها دار أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، أول بيت استضاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الصلاة والسلام. الساحة الحلوة الجميلة كده اللي هي على شمالها شوية مدخل باب النساء. أيوه. دي الساحة. دي اللي برا. أول ما تخرج من الباب على طول. حاجة كده عظمة عظمة. سلمت وخرجت ودعوت الله ألا يجعل آخر عهدي بالزيارة هذا. صحيح يا رب. وتلوته يا رب. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. اللهم ردني لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كل عام مرات ومرات. أمين يا رب. رد جميلا. أمين يا رب. واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم. أمين يا رب. ومشيت وأنا عمال أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببص حولي، متخيل الأماكن اللي أنا ماشي فيها دي، مشت فيها الصحابة، هذا الهواء اللي حولي تنفسته الصحابة، وبصيت لقيت البقيع فيه كل صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر، فيه كل زوجات وأمهات المؤمنين إلا السيدة خديجة في المعلاة بمكة، ورحت زرتها سلمت عليها ودعوت الله عز وجل لها، فلقاء عجيب ولقاء أنا جميل. أنا هعتبر إنه الحلقة النهاردة دي درس في لقاء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو استشعرنا كل المعاني اللي فضلت الشيخ قالها
واحنا موجودين عند الرسول عليه افضل الصلاه والسلام هتهون الدنيا بكل مشاكلها وكل ابتلاءاتها وكل اللي فيها. فضلت الشيخ، يمكن كان لسه في سؤال الاستاذ محمد ربنا يرحم والدته وهو بيسال بيقول اعمل لها ايه، وحضرتك قلت ان البر لا ينقطع بموت الاب والام، بالعكس هو موصول لحد اخر يوم موجودين احنا فيه في الدنيا، وانه اشكال البر كتير جدا من اهمها الصدقات. ولو قلنا انه في حد الفتره اللي فاتت واحنا بنتكلم في الاعياد وكنا عمالين نتكلم عن الاضاحي وبنتكلم على انه الجمعيه عامله المبادره بتاعه الاضاحي وانه اي حد عايز يشارك فيها، البر داخل في انه اضحي عن ابويا او امي او اني اجيب حاجه واذبحها واوهبها ليهم؟ معظم اعمال الخير التي نفعلها لأنفسنا باستثناء الصلاة تصلح أن أفعلها لأبي وأمي بعد انتقالهم إلى رحمة الله، فينفع أن أنا أدعو لهما وأتصدق عليهما، ينفع أن أنا أطلع أضحية لهما، ينفع أن نعمل عمرة لهما، ينفع أن نحج عنهما. الصيام اختلف فيه العلماء بشرط إذا كانوا وصوا أو نذروا، والصلاة لا. فمعظم أعمال الخير اللي بتتعامل في جمعية البر والتقوى يصلح أن توهب للموتى سواء كانوا أقارب أو ليسوا أقارب. أقدر أعمل لأبي أو أمي بير باسمهم، أو أشترك لهم في محطة مية، أو أعمل باسم والدي سقف لحد من أسيادنا الفقراء، أو أعمل توصيلة مية باسم أبي وأمي. أي عمل من أعمال الخير طبعا دي من الصدقات الجارية. ممكن أساهم باسم أبي وأمي في مستشفى من مستشفيات جمعية البر والتقوى، ممكن أساهم في بناء مسجد من المساجد. كل هذه صدقات جارية لا تنقطع، تصل كاملة إلى الأب والأم بعد الوفاة، ولك مثل الأجر كاملا، مش هينقص من أجرك شيء. يعني لو ربنا هيدي لوالدك 1,000,000 حسنة أنت هتاخد 1,000,000 حسنة زيهم، لا وزيادة، أنك بار بوالديك، وزيادة أنك شلت ده رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى بعد انتقالك إلى رحمة الله عز وجل. ولادك هيعملوا نفس اللي انت عملته مع والديك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، اللي هتعمله مع والدك ووالدتك هيعملوا ولادك بعد كده معك. بر الوالدين رواية وقصة يكتبها الأب يقرأها له الأبناء، ده تعبير رائع. صحيح، يعني هي رواية أنا بكتبها بيقرأها لي أولادي، فإن كتبت فيها بخير وجدت الخير من أولادي، إن كتب بشر يجد الشر من أولادي. فمن أعظم الأعمال أنك تعمل عمل خير باسم والدك أو والدتك. يمكن إحنا الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن المبادرة اللي عملها جمعية البر والتقوى المصرية ويا سقوق الأضاحي، والنهاردة شفنا النتيجة بتاعتها وقد إيه ناس كتير جدا ممكن تكون شاركت وبدرت بده، وشاركت ولو حتى بجزء بسيط على قد مقدرتها، لكن الناس بتبقى عايزة تشارك في أعمال الخير ولو حتى بحاجة بسيطة قوي حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يقدرهم. أجرهم وثوابهم إيه عند ربنا؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ 5 صفات. أول 3 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكلما أنفق الإنسان مما رزقه الله عز وجل من مال أو علم أو جاه أو معرفة أو إلى غير ذلك، أنت من المتقين وأنت من الذين يرضى الله عنهم رب العالمين. كمان ربنا في القرآن الكريم قال لي إنه الجنيه اللي بتنفقه هيرجع لك 700. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالجنيه اللي أنا بطلعه ربنا بيشبهه لي كأنها بذرة أنا ألقيتها، البذرة طلعت 7 كل واحدة طلعت 100، فسبعة بمية بسبعمية ما انتهتش، لا ده وربنا سبحانه وتعالى يضاعف أكثر وأكثر وأكثر، وكمان هيرجع لك من أولادك. لو أنت قلق ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كل ده هيرجع لك تاني. فأولئك هم المضاعفون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف، من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال. فالأعمال دي من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، لأن إنفاق
المال ده مقصد من مقاصد الدين طبعا. انفاق مما رزقك الله انك تؤتي الزكاة، ولذلك آيات الإعطاء والإيتاء حاضرة في كل وقت وفي كل مكان. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فموضوع إيتاء المال ده من أكبر الأدلة على صدق الإيمان وعلى صدق اليقين بموعود الله رب العالمين. ولذلك تلاحظ حضرتك أنه أكثر عمل يريد الإنسان بعد موته أن يعود إلى الدنيا الصدق. عشان يعملوا الصدقة. الصدقة ليه؟ وقدرها وقيمتها. الله ينور على سعادتك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. عظم الأجر ودليل على الصلاح. يعني الواحد لما بيشوف التقارير دي وبيشوف قد ايه في اعداد، ولو انه اعداد الناس اللي محتاجة ممكن تكون اضعاف اضعاف واعداد لا تنتهي، لكن على الاقل في مبادرة خير، في ناس عايزة تعمل اعمال الخير وعايزة تسعى. والله هو في البداية وانا بشوف التقرير تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو داود في سننه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن باب شكر الله عز وجل ان نوجه الشكر من جمعية البر والتقوى للناس جميعا في مساهماتهم وثقتهم وأمانتهم في التعامل مع جمعية البر والتقوى. واللي انتوا شايفينه ده هو نتيجة عملكم انتوا، احنا مجرد همزة وصل وسعات بريد. شكرا جزيلا، شكرا على كل حد ساهم مع جمعية البر والتقوى ووصلت مساهمته إلى أسيادنا الفقراء. افرحوا باللي انتوا شايفينه، افرحوا باللي بيتعمل. عمل مؤسسي منظم جدا، منضبط جدا، واصل قوي قوي بفضل الله عز وجل لكل حد من أسيادنا المحتاجين. ربنا يتقبل منا ومنكم، ودايما مع بعض على طريق الخير إلى الله رب العالمين. أمين يا رب يتقبل من الكل. أجمل دعوة قالتها يعني الجميلة الفنانة منى عبد الغني: اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. أمين يا رب. أمين يا رب. دعوة جميلة جدا جدا، ربنا يتقبلها يا رب. دعوة كبيرة جدا، ومن مثبتات الاستخدام وعدم الاستبدال الإكثار من النفقة والصدقة في سبيل الله. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا أردت أن ربنا يستخدمك في طاعته ويستخدمك في جبر خاطر أسيادنا الفقراء، أكثر من النفقة، واللي هتطلعه هيرجع لك 700 من الله رب العالمين. وزي ما هتنفق على الناس ينفق الله عز وجل عليك. في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وأنا من وجهة نظري إن الأيام القادمة أولى بالإنفاق. ليه؟ لأنه لما انتهت المواسم كثير من الناس خلاص افتكر بقى في المواسم بيبقى الموضوع يعني أضعاف أضعاف والموضوع مكثف في الغفلة بقى عن هو ده المهم. الله ينور على سعادتك. فبدعو الناس أنها تركز قوي في الفترة القادمة في الصدقات وجبر خاطر أسيادنا الفقراء لقلة من يفعل ذلك. وجاء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك أنت لما تعبد ربنا مع قلة العابدين يكتبك الله من المهاجرين. نقولها تاني: لما تعبد ربنا مع قلة العابدين يكتبك الله من المهاجرين. عندك دليل؟ عندي. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني اللي يعبد ربنا في وقت الهرج، ألف لام ه ره ساكنة جيم. الهرج هو شدة القتل ممكن، الهرج شدة الفتن ممكن، الهرج شدة الغفلة، غفلة الناس. وده أحد أسرار أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعبادة في شهر شعبان. مش معنى الشهر يغفل الناس عنه. فمن هذا الباب خلي بالكم يا جماعة، دايما عقب المواسم بيحصل هبوط ضخم جدا، زي الأجر والثواب لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى في وقت الانشغال ووقت هو ده الأسواق. الله ينور عليك. فتذكر ربنا وسط الغافلين، تصوم وسط المفطرين، تطيع وسط العاصين،
أجرك أضعاف أضعاف مضاعفة عند رب العالمين. الله، دي نقطة تنفع من دي من المقصورة جدا فعلا، لأنه ده واقع إحنا بنعيشه كل سنة، هبوط رهيب بعد رمضان في العبادة والصدقة في الاثنين، دين ودنيا، تلاقي الناس بتهبط في العبادة، تهبط في الصدقات، وكأنه الوقت خلص. لا يا جماعة، الوقت لم ينتهي أبدا، وكل العبادات متاحة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أمين يا رب، ربنا يتقبل مننا. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي، ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.